نرطب البشرة عدل عشان الفانديشن ما يتشقق ويانا ويطلع صافي. بعدها أطبطب وأشيل الزايد من الفانديشن. بعدها بنات أخذ هالكمية، هالكمية تكفي الوجه كله طبعا، مو لازم نكثر عشان ما يكتل ويانا الفانديشن. يا أن بفرشة كبيرة أو بالسفنجة بنات، يا أن بهالسفنجة أو بفرشة تكون بهالحجم أو أكبر عشان ما يكتل ويانا اللوز باودر. وأي بالفرشة بهالطريقة. بنات شوف التغطية، ما شاء الله فل كفر والبشرة صارت صافية. طبعا أنا وايد مزومة لأني ما بيطلع وي أحد، يعني بنات أنا شوفوا إيش كثر مزومة وشلون طالع واضح، شلون لو يعني أحط صورة من بعيد راح يطلع الوي نار. وإن شاء الله راح أجيب موديل وأسوي له توتوريال أوضح وأحلى عشان تشوفون جمال تغطية اللوز باودر مع الفانديشن.